إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو السابع الخاص بتعليم مايكروسوفت إكسل. اليوم غادي نشوفو لي ديفيرون فورما. هنا لي فورما ستاندار نومبر مونيتير كونتابيليتي بورسونتاج سيونتيفيك تكست. دخلوا ان دوني بالنسبه لهاد الرقم هو ستاندار، يعني ما كيطرا عليه حتى شي تغيير، كما دخلناه كيبقى. بالنسبه الى درناه فورم نومبر كتدخل عليه الفيرغيل و لي زيرو ابري لو فيرغيل. بالنسبه لهنا راه يمكننا نزيدو عدد نومبر دي زيرو ولا نقصو على حسب لا بريسيزيون. بالنسبه للمونيتور إذا درنا فورم مونيتور كندخل عليه لي فيرغيل اي لي زيرو و العملة درهم ولا اورو ولا دولار. بالنسبة لها الكونتابيليتي كذلك نفس الشيء المونيتور كونتابيليتي هي حاجة هنا، مثلا إذا كان الرقم كبير مونيتور كيتقسم لنا المئات والآلاف والملايين إلى آخره باش كيكون واضح في القراءة. بالنسبة لهنا البورسونتاج ديرو مثلا زيرو فيرغيل دو، درنا لي فورم بورسونتاج اوتوماتيكمون كيعطينا 20% 20.00%. بالنسبة لهنا السيونتيفيك فين درنا لي لا فورم، اختارينا لا فورم سيونتيفيك هنا كتغير الكتابة ديالنا، هنا 2.20 او بليس 01. هنا هاد الارقام غادي نحتاجوهم ان شاء الله مستقبلا في لي فونكسيون، هذا تولي تكتب لنا كتبوا هاد لو تيب دو نومبر سيونتيفيك بزاف. هادي كتعني ان هي 2 اكسبونونسييل، يعني 2 فوا 0 فوا 10 اس 1. بالنسبه لهنا لي تكست اخذنا اختارين لا فورم تكست، كتغيرنا لا فورم ديال لي تكست كيرجع مثلا هنايا ملي غنبداو التكست على من اليسار لليمين فرون فرونسي كيشد الموقع ديالو. بالنسبه لهاد لي ديفيرون فورما كيمكننا نشونجيو على حساب داكشي اللي بغينا. جو النومبر هنا طلع لنا هاد لاباج ستاندار نومبر الى اخره، هنا كنشونجيو ولا نديرو بيرسوناليزي. بيرسوناليزي كدير لا فورم اللي بغيتي، مثلا ناخذو ستاندار نومبر، مثلا نومبر كتجي لهنا كتعطيك النومبر كتختار ودير اوكي. هنايا قطريتي نومبر، درتي نومبر هنا، دخلتي النومبر اختاريتي داكشي اللي بغيتي. هنا تيقول نومبر دو ديسيمال، يعني ابخي لو ريغيل شحال بغيتي من صفر. بار ديفو كاينه دو وانت هذيك الساعه كتزيد، دير 4. هاد العملية اللي يمكن لك انك ديرها هنايا، ديرها من هنا مونيتير، كيمكن لك تاني تختار لا فورم اللي بغيتي.
إلى هنا إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. إلى فيديو لاحق إن شاء الله.